السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم في طريقة جديدة، وهي ازاي تفتح اليوتيوب والفيس بعد ما قفلوا الثغرات، بعد ما الوزارة قفلت الثغرات اللي هي ثغرة الفلاجز. ازاي تفتح اليوتيوب والفيس والماسنجر واللي انت عاوزه كله من الثغرة دي. بس قبل ما اعمل اي حاجة، تنزلوا ده تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد تاني. يلا بينا على التابلت. لا تبخل علينا باللايك. اهلا بيكم مرة تانية بعد ما جينا على التابلت. قبل اي حاجة، بس الاول ادخل على الضبط هتيجي عند الميزات المتقدمة واطارات متعددة، والخيارين دول هتفعلهم، مش هم تفعلهم انتوا هتفعلوه. ماشي، هتطلعوا بره خالص. قبل اي حاجة، انا كنت منزل قبل كده طريقة الغش في الامتحان من التابلت بتاع الوزارة دوت. الطريقة هتعجبكم، هتلاقوها في الوصف تحت. ماشي، هتلاقوا الطريقة دي في الوصف تحت. و شرح برنامج جوجبرا برضك هتلاقوا في الوصف تحت. الشرح حلو، هتعجبكم وهيعجبكم ان شاء الله استفادوا منه. يلا بينا. هتيجوا اول حاجة مثلا على الكروم، ماشي، ودلوقتي تشوفوا الفيس هوت مش هيفتح، فان شاء الله خليكم معايا لحد الاخر عشان تعرفوا الطريقة. مثلا الامتحان هنا هو دي، مثلا الامتحان هتيجوا مثلا بعد ما عملتوا اطارات الاطارات المتعددة، هتيجوا فوق على الشمال، فوق او فوق على الشمال او فوق على اليمين زي ما انت عاوزين هنا كده، وهتسحب بايدك كده بالراحة. لا مش دي، هتيجوا فوق هنا كده، اهو بدأ يسحب اهو، وهتخلي على الحجم اللي انت عاوزه، هتخلي النت على الحجم اللي انت عاوزه، تخلي الكروم على الحجم اللي انت عاوزه. ماشي، بعد ما عملت كده هتيجي مثلا عاوز بقى انت عاوز عاوز مثلا ايه، تفتح البرنامج جوجبرا بقى. انت دلوقتي عملت اهوت، هتقوم تجي فاتح جوجبرا. بعد ما تفتح جوجبرا تكتب الدوال اللي انت عاوزه، وتشوف المطلوب اللي انت عاوزه وتاخده وتكتبه في الامتحان. طبعا انا شارح البرنامج ده، شرحه انا، هتلاقي الرابط في الوصف تحت، ما تنسوش تسمعوه. وبعد كده بقى خلاص كده احنا مش عاوزين. وصحيح هنا لو انت عاوزين تصغروها مثلا، لو انت عاوزين تفتحهم، يعني انا لما اتفرجت على الفيديوهات اللي على اليوتيوب قال لك ما ينفعش تفتح لما تحدث اندرويد 8 ما ينفعش تفتح نافذتين كرو. نيجي مثلا هنا نفتح النافذة التانية في كروم، عاوزين نفتح كمان نافذة في كروم مثلا نشغل أي حاجة، هنشوفه ما بيفتحش. فايه الحل؟ إن شاء الله عند الحل هتيجوا تعملوا الزائد دهيت، وهتيجوا عند تلات نقط دهم، وهتلاقوا ايه الانتقال لنافذة أخرى. أول ما هتعمل كده هم جاي مطلع لك كمان واحدة أهو. ماشي، هي ديت النافذة الجديدة دي. مثلا هي ممكن هنا تفتح الامتحان، وهنا تفتح ال وهنا تفتح الترجمة مثلا، أو الفيس أو الماسنجر أو أي حاجة أنت عاوزها بقى بعد الطار اللي أنا هقولها لكم دهيت. ماشي، وكده كده احنا خلصنا. مثلا بقى ايه عاوزين، لو المراقب بيلف عليكم مثلا وانت عاوزين تخطاها، هتيجوا تقربوا هنا كده هتلاقوا ايه، فوكس بس ثانية واحدة، في هنا سهمين في اليمين اهوت قصاد بعض، السهم كده الراس بتاعته قصاد بعض، هتك عليها. ولما تك عليها ممكن اعمل هنا شكل ماسنجر، دي كده شكل ماسنجر. ماشي، وهنا برضك لو عايز تخليها كده هتعملها برضك ايه، السهمين قصاد بعض. طب السهمين التانيين دول لو تكيت عليهم بيكبر لك الامتحان او الصفحه اللي انت فاتحها. ماشي، وكده طلعنا مثلا ايه بقى، مثلا معاكم كتاب عاوزين تفتحوا كتاب مثلا، هتيجوا برضك تفتحوا الكتاب انت عاوزينه، وهتيجوا برضك من فوق في اليمين او فوق الشمال، هتخلوها الحجم اللي انت عاوزين. ماشي، كده احنا خلصنا طريقه ازاي تفتح الجوجبرا في الامتحان. هنيجي بقى دلوقتي للطريقه اللي كلكم مستنينها، وايه هي الثغره بقى. الثغره الجديده اللي احنا اكتشفناها، هتيجوا عند في الضبط. ماشي، هتيجوا في الضبط وهتنزلوا من تحت تجيبهم الحسابات،
وبعد ما تجيبوا الحسابات هتجيبوا المستخدم، هتجيبوا حسابات بعض، حسابات فوقها ماشي. في ناس عامله حسابات سامسونج اكونت، لو عاملين سامسونج اكونت هتستخدموها. طب لو مش عاملين، سامسونج اكونت هتيجوا تنزلوا تحت كده، تيجوا عند حول الجهاز اللوحي، وهتيجوا عند معلومات قانونيه، وبعدين سياسات، سياسه الخصوصيه ده، وبعد كده هتستنى شويه تحمل، وبعدين هيظهر لك الصفحه دي، هتنزل تحت لحد ما يقابلكم رابطين اتنين قصاد بعض اللي هما دول كده، الرابطين اللي قصاد بعض اهم، هتيجي تختار في الشمال ده ماشي. بعدين هتستنى شويه لحد ما يفتح، بعد ما يفتح هتلاقي فيه فوق كلمه اسمها جوجل الخصوصيه والبنود، جوجل اللي فوق ده، هيتك على جوجل. بعد ما تك على جوجل، اداه جوجل فتح اهوت ماشي. هندخل مثلا نبحث عن حاجه، القناه بتاعتي مثلا ايه، مثلا دي القناه القديمه، القناه الجديده انتوا بتسمعوا عليها الفيديو دلوقتي اسمها تكنو علي فراج العوض. سبسكرايب، وال هو زي ما قلت لكم طريقة الغش في اللي من التابلت اهي، والتعداد ديت شرح استخدامه والتعلم على برنامج جوجيبر، متنسيش تبقوا تتفرجوا عليه. نيجي مثلا ايه، هنكتب ترجمة، هتجيلكم مثلا ترجمة كل حاجة بقت دلوقتي شغالة. هاتوا انتوا جايين اسمين الشاشة، هتسحبوا كده وتعملوه، وهتخلوه ايه، تصغروها شكل الماسنجر ماشي. وتفتحوا بقى ايه الجوجل كروم بقى، والامتحان شغال معاكم والدنيا حلوة وكده. يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم زمان احنا بنفيدكم، انتوا كمان فيدونا بانكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك الفيديو وتشاروا الفيديو لاصحابكم.